بيمثل الشمس لما كان عندها 10 او 20 ألف سنة. السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده ان شاء الله انا جايب لكم موضوع مهم جدا. تخيلوا روبوتس بدأت تشارك في عمليات الانقاذ، والكلام ده مش خيال علمي، ده بجد معلومات حصريه هتسمعها لاول مره هنا. بس حب ادعو حضرتك في الاول، لو انت اول مره تشوفني يا ريت تشترك في القناه علشان يوصل لك كل جديد. ما طولش عليكم في المقدمه. من المتوقع ان الروبوت الاسفنجي المزود بأجهزة استشعار معقدة واللي اتطور مخصوص علشان يستكشف القمر والمريخ انه يساعدنا حاليا في المتغيرات اللي بتحصل على الارض. الروبوت ده عبارة عن جهاز كروي يقدر يقيس المخاطر ويخطط للنهج اللي هيمشي عليه الفريق قبل ما يدخل المناطق اللي فيها حرائق او حوادث او حتى حرب. طبعا زي ما قلت لكم في الاول ان هو تم تطويره علشان استكشاف القمر والمريخ، فالباحثين شافوا ان احنا ممكن نستخدمه هنا على الارض لانقاذ الارواح. وكاله ناسا عملت عقد لفريق معين بلغت قيمته 500 ألف دولار علشان يبحث في حركه الروبوت لما يستخدمه محركات الغاز، ودي اصلا اتطورت علشان تخلي الروبوت كله يقفز على سطح القمر او المريخ علشان يوصل للمناطق اللي ما يقدرش يوصل لها رواد الفضاء. وبالفعل قدروا ان هم يربطوا بين الروبوتس دي والدرونز، وبسلسلة من الاختبارات علشان تقيم قدرة الروبوت على تحمل السقوط لفترة طويلة والبيئات القاسية. حضرتك متكهرب؟ في حاجة ملمس ارض يعني؟ اسقط الروبوت من طيارة كانت بتحلق على ارتفاع 1000 قدم. لازم تعرف ان الهيكل بتاع الروبوت شبه شبكة النت، وده المفتاح لتوزيع القوة علشان لو خبط في حاجة، وده اكيد هيحمي اجهزة الاستشعار الحساسة اللي موجودة في مركزه، وده اختصار لسلامة التوتر، والمبدأ ده اسمه الشد. تعالوا بقى نروق جوه شوية. الروبوت ده اتبنى اصلا علشان يتحط في مركبة فضائية رايح القمر او المريخ، والمفروض ان هيتم اسقاطه من الجو من المركبة الفضائية. بس هيتم اسقاطه فين؟ على التضاريس الصعبة قوي، وده علشان يجمع بيانات قيمة عن البيئة المحلية، وكمان يعمل عمليات علمية، ده وفقا لبيان وكالة ناسا. واللي بيميز الروبوتات دي ان هي مقاومة للصدمات، وبتتمتع بالقوة الكافية اللي تخليها على قيد الحياة لما يتم اسقاطها من المدار، وده هيخلي المهمات الفضائية في المستقبل اكثر كفاءة من حيث التكلفة والموارد. وميزة الروبوتات الانضغاطية دي ان هي تقدر تنجو من السقوط من اماكن عالية جدا. ايه؟ الخبر التاني بيكشف لنا عن اخر صورة لتلسكوب جيمس ويب، والبيانات اللي جاية المرة دي عبارة عن نفاثات من المادة النجمية بتنفجر من عند القطبين لنجم صغير، وبتنطلق في الفضاء بسرعات بتفوق سرعة الصوت، اسمها HH211، وبتعيش النفاثات دي في جيب نشط في الفضاء بيبعد عن كوكب الارض 1000 سنة ضوئية. وفي المنطقة دي بيمتص النجم الاولي الغاز والغبار اللي حواليه، وده بيخليه ينمو بشكل اكبر، بس في نفس الوقت بيطلق المواد في الفضاء. وقدرت اداة الاشعة تحت الحمراء الحادة انها تصور التفاعلات دي مع المادة اللي بين النجوم، واللي ظهرت على هيئة دوامات مشرقة وملونة. العلماء بيعتقدوا ان النجم الاولي اللي ظهر في الصورة هو نجم ثنائي، وبيمثل الشمس لما كان عندها 10 أو 20 ألف سنة، وكتلته حاليا 8% من كتلة الشمس، والباحثين بيقولوا ان هو احتمال ينمو ويبقى نجم زي الشمس. كمان لازم تعرف ان هو من اصغر الامثلة واقربها لنجم بيقذف المادة، علشان كده هو مثالي جدا لغصد عن طريق جيمس ويب. وفي دراسة حديثة بتوضح الملاحظات دي وبترجعها في المقام الاول ان موجات الصدمة المحيطة بالنجم ده مش قوية كفاية علشان تمزق جزيئات النفاثات لذرات فردية، وبتنتمي النفاثات دي لمجموعة من الأجسام المعروفة بأنها بتتطور بسرعة قوي. وكمان دوامات الغاز دي بتختفي بعد سنين قليلة قوي، بس بتظهر مرة تانية في أماكن فاضية في الفضاء. لحد هنا خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت أكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، والسلام عليكم.